فضيلة الشيخ، امرأة وضعت 2 من أولادها بعملية قيصرية وتعبت في ذلك، فهل لها أن تعمل مانعا للحمل لمدة 5 سنوات أم لا؟ في عندنا مسألتان، مسألة تأخير الحمل ومسألة منع الحمل. أما مسألة تأخير الحمل فتجوز للحاجة، إذا أخذت ما يؤخر عليها الحمل حتى تستعد للحمل ويقوى جسمها، أو حتى تفطم ولدها، هذا لا بأس به للحاجة. وأما ما يقطع الحمل فهذا لا يجوز إلا إذا قرر الأطباء أن الحمل خطر على حياتها، إذا قرر الأطباء أن الحمل خطر على حياتها فلا مانع من أخذ ما يقطع الحمل إبقاء على حياتها. نعم.